بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويقول تعالى أيضا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الرواية الشريفة: لا تعاد الأيام فتعاديكم. محور الحديث بمناسبة الأشهر القادمة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، وإن كان الحديث يعم أشهر السنة بأكملها، سيدور حول محور الوقت والأيام وعلم ومهارة وفن إدارة الوقت. هذا علم من العلوم، وهو علم من أهم العلوم، كيف تدير وقتك. الإنسان الذي لا يعرف كيف يدير بيته فإنه سيفشل في إدارة أسرته، عكس من يعرف كيف يدير الأسرة. الذي لا يعرف كيف يدير المحلة أو العشيرة أو الدولة سيكون فاشلا كما هو واضح. من لا يعرف علم ومهارة إدارة وقته، علم وفن إدارة يومه، سيكون فاشلا أكبر الفشل، عكس من يعرف هذا العلم بمفرداته. محور الحديث سيكون ذلك بإذن الله تعالى في هذا الأسبوع وبعض الأسابيع القادمة. ننطلق في البداية من الآية الشريفة، ثم الرواية الكريمة، ثم على ضوء ذلك نتحدث بعض الحديث عن علم إدارة الوقت، ونربط بذلك بين ذلك البحث السابق عن الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وبين محور حديثنا الجديد. الآية الشريفة تقول أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى، ماذا أمره؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن هذه هي المسؤولية الأولى والواجب الأول، لكن هناك واجب ثان وهو: وذكرهم بأيام الله. فيما مضى أشرنا إشارة لهذه الآية، الآن نكمل بعض الصورة عن هذه الآية. ماذا يعني ذكرهم بأيام الله؟ الاحتمالات والأقوال خمسة، خامسها مما أضفناه. القول الأول هو أن أيام الله هي أيام عقوبات الله، يعني أيام عاد وثمود
أمثال هؤلاء ممن نزل عليهم البلاء، فذكر الناس بأيام الله، ذكر الغربيين وذكر الشرقيين وذكر المسلمين من باب الجري، بأنه إن أعرضتم عن مناهج الله فإنه سيصيبكم ما أصاب تلك الأقوام السالفة من انتشار الأمراض والأوبئة والزلازل والحوادث غير المتوقعة وغير ذلك، والبلايا التي تعصف بالبشرية شرقا وغربا. إذن الاحتمال الأول في ذكرهم بأيام الله أي أيام عقوبات الله. الاحتمال الثاني ذكرهم بأيام الله أي بأيام نعم الله، هذا قول ثاني. الله سبحانه وتعالى في فترات مختلفة ينعم على عبد أو مجموعة من العبيد أو على طائفة أو أمة بنعم، فذكرهم بها أن الله قد أنعم عليكم بها فاشكروها كي تبقى. أنعم علينا بالصحة، بالعلم، بالأمن، بالرفاه، بالأسرة، بالإيمان، بالمراقد المطهرة، اعرفوا قدرها وإلا ستسلب منكم أو ستحرمون منها. الاحتمال الثالث هو أن المراد بذكرهم بأيام الله مجموع الأمرين، يعني ما في أيام الله، فأريد بالظرف المظروف، ما في أيام الله من نعم ومن نقم، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع ذكرهم بأيام الله الذي نضيفه، الظاهر لم أجد من ذكره، هو أن المراد بأيام الله الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. هذا سيأتي بيانه بشكل موجز، أما تفصيله فيحتاج إلى بحوث متعددة. فذكرهم بأيام الله أي برسول الله، فموسى مأمور بوظيفتين. الوظيفة الأولى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، الوظيفة الثانية حدثهم عن المستقبل، عن العلة الغائية للخلقة، وهو رسول الله محمد المصطفى الله صلى الله عليه وأهل بيته الأطهر. كما أنه إحنا الآن كذلك نحن مأمورون وموظفون بوظيفتين، الأولى هداية الناس وإرشاد الناس، أنه لا تزني، لا تضرب، لا تسرق، لا تعصي، لا تخن، لا ترتشي، وهكذا صلي، صوم، زكي، حجة، خمس إلى آخره. كما مأمورون بأن نحدثهم عن الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، تتحدث عن المستقبل، فالوظيفة ليست منحصرة بالحاضر، بل من وظائف الأنبياء على مر التاريخ ووظيفتنا المستقبل. إذن هذا هو الاحتمال الرابع، ذكرهم بأيام الله أي ذكرهم برسول الله وبالأئمة الأطهار، وفي ذلك بعض الروايات ربما نشير إلى أحدها. الاحتمال الخامس هو ذكرهم بأيام الله أي بنفس اليوم، نفس اليوم هو نعمة من نعم الله، وهذا هو موطن الحديث الآن. نفس اليوم الوقت نعمة، كما أن المال نعمة وقد يتحول نقمة، الوقت أيضا نعمة، هذه الساعة هي نعمة، فأصرفها في ماذا؟ في الطاعة، أو يصرفها ذاك البعيد في المعصية. ذكرهم بأيام الله، فإن نفس أيام الله هي أعظم نعم الله على الإنسان. ويؤكد ذلك قول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رواية جدا لطيفة ورائعة وتحليلها لعله سيأتي في وقت قادم، لكن استظاهرها نكتفي به. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام. إحنا شنو؟ إحنا أيام مو أكثر، وتتمضي تمضي. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. رواية كلش فيها عبرة عميقة. إنما إحنا شنو؟ لسنا إلا أيام. أمس ذهب أم لم يذهب؟ ما الذي ادخرته في الأمس
اليوم غد. من خلينا نفكر، أمس ما الذي صنعت؟ أكرمت يتيمة، دافعت بقلمي أو لساني عن مستضعف أو عن أمة مستضعفة أو عن مظلوم، كتبت كتابا عن فضائل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أو مقالة أو دراسة، تكلمت مع شخص جامعي أو بقال أو عطار لكي أهديه سواء السبيل، انشغلت بتهذيب نفسي أكثر فأكثر، راقبت قوتي الغضبية، قوتي الشهوية، الحرص، الأمل. البارحة ما الذي صنعت؟ أنت أيام، أمس أنت، بحلوه ومره، بصعوبته وحزونته أو سهولته. اليوم أيضا يوم دا يمضي، وغدا سيأتي لو أتى ويمضي. ذكرهم بأيام الله، فإن الأيام هي من أعظم نعم الله. هذا اليوم، هذا الوقت، أنت يعني اليوم مو أكثر. الإنسان يعني شنو؟ يعني هذا الزمن، يعني هذه الساعة، يعني هذا الشهر، يعني هذا الأسبوع، وهكذا وهل مجرة. هذا هو الاحتمال الخامس. هذا الاحتمالات الخمسة في تصورنا لا مانع تجمع بينها، وفي أربعة منها إن لم يكن في خمستها روايات أيضا. الروايات متعددة، نشير إلى بعضها. منها أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يفسر ذكرهم بأيام الله، أي ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، لهذا كان أحد الاحتمالات. وهذه كلها تفسيرات بالمصادق، فالتفسير بالمصداق لا ينفي الكل كما هو واضح. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يفسر هذه الآية ببعض المصادق الجلية، يقول: أيام الله عز وجل ثلاثة، يوم يقوم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الخاص واللقب الخاص. ليش؟ خلنا نقول أنا تبرك بالقيام، يوم يقوم القائم. لماذا نستثقل أن نقوم عند ذكر اسمه المبارك فنحول إلى لقب ثاني؟ بركة وخير وعز للدنيا والآخرة. ويوم الكرة، يوم الكرة هو يوم يكر أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله على إبليس وجنوده، فيقتلونهم بأجمعهم في روايات مفصلة. هذا يوم الكرة، لها تفسيرات، لكن من أجل تفسيراتها هذه، أنه إلى يوم الوقت المعلوم، أي هذا اليوم، حيث الأمير والرسول مع جندهما يتصدون لجند إبليس، ثم بعد ذلك الرسول يطعنه فيقتله. في رواية لطيفة مفصلة راجعوها في ذيل تلك الآية الشريفة، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ويوم القيامة. هذا تفسير بالمصداق، لا بأس، لا مانع تجمع. لذا الرسول صلى الله عليه وآله في رواية أخرى يفسر بجمع مجموعة من المصادق الأعم، يقول: أيام الله نعماؤه وبلاؤه. إذن جمع. وهي مثلاته، مثلاته أي عقوباته. إذن أيام الله ذكرهم بأيام الله، نعم الله، وبشنو؟ نقم الله. فقد جمع الرسول صلى الله عليه وآله ما تناثر من ذكر المصادق لعناية في ذكر المصادق أحيانا، جمعها في هذه الكلمة. ثم أما أن الأيام المراد بها الرسول والأئمة تظهر من رواية أخرى ستأتي إن شاء الله. وأما الاحتمال الخامس، الأيام لا شك في أنها نعمة من نعم الله، الوقت نعمة من نعم الله، هذه النعمة فهي مصداق ذاك الكلي، ذكرهم بأيام الله، فنفس يوم الله نعمة، وما فيه نعمة هو نعمة، والذي فيه أيضا نعمة، أو يكون نقمة لا سمح الله، فهذا تفسير أيضا بالمصداق. فلم نحدث شيئا جديدا كي يدعى بأنه إذن أين الرواية، لا، الكلي في تلك الرواية تنطبق على هذا المصداق الجزئي. الوقت، علينا أن نتذكر دائما أن هذا الوقت، هذا الشريط، ده يمضي، لكن كيف يمضي؟
أنا كرجل دين كيف يمضي وقتي؟ هذا رجل الدين الجالس ها هنا أو هنالك راح يصير المقدس الأردبيلي؟ ممكن، لكن كيف يتعامل مع وقته؟ راح يصير الشيخ الأنصاري؟ ممكن، لكن الأمر منوط به. أو سيصبح ذاك الإنسان الآخر، أيضا ذاك ممكن، الأستاذ الجامعي كذلك، السياسي كذلك، التاجر كذلك. هل يكون الإنسان كهذا التاجر المتقي الورع المخمس المزكي المتصدق فوق ذلك، أو كذلك الذي استأثر بالأموال فكان مصيره النار؟ هذه كلها تحتاج لأن يتذكرها الإنسان دائما. أما الرواية، هنا خطرت ببالي بعض القصص الطريفة لكن نتركها لوقت آخر وإن كانت فيها بعض العبرة. أما الرواية الشريفة تقول: لا تعاد الأيام فتعاديكم. وهذه الرواية مذكورة في مجموعة من أهم مصادرنا كالخصال وكغيره أيضا من الكتب المختلفة موجودة هنالك. البحار أيضا جمع بعضها عن تلك المصادر. ماذا يعني قوله، وفي معاني الأخبار وكتب أخرى عديدة، ماذا يعني قول الإمام عليه السلام: لا تعادوا الأيام فتعاديكم؟ احتمالات أيضا. الاحتمال الأول أن المراد من الأيام الرسول والأئمة، وهذه بها رواية صريحة، فلذا نشفع هذه الرواية بتلك الآية فتكون ذلك التفسير. وذكرهم بأيام الله أي برسول الله، لما وعلي وفاطمة والحسن والحسين وصولا للمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن هذه الرواية الثانية تصرح بأن الأيام هي أسماء لهذه الثلة الطيبة الطاهرة. لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في ذيل هذه الرواية: لا تعادوا الأيام فتعاديكم. يقول: الأيام نحن، ما قامت السماوات والأرض، فالسبت اسم رسول الله محمد. فالسبت اسم رسول الله، والأحد اسم علي بن أبي. تتمة الرواية يذكر كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أيام الأسبوع السبعة كل يوم منها باسم إمام، بل هو اسم إمام أو أئمة. يعني يوم الاثنين، الاثنين هو اسم للحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، وكذلك يوم الأربعاء وهو هذا اليوم اسم للإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي. لا تعاد الأيام، الجمعة هو اسم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذه أسماء لهم. لا تعاد الأيام أي لا تعادي علي بن أبي طالب فيعاديك، وهو متصل حبله بحبل الله فيتدمر ذاك البعيد دنيا وأخرى. فإذا ضممنا تلك الرواية في شرح تلك الرواية إلى هذه الآية يظهر لنا هذا الوجه الجديد: وذكرهم بأيام الله يا موسى. أولا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ أيام الأسبوع السبعة اللي هي أسماء للمعصومين 14 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرهم بأيام الله، هذا احتمال، وأقول احتمال من غير مانع الجمع، كلها مرادة، لأن القرآن له ظاهر وله باطن ولباطنه باطن إلى 70 معنى، ولذا أضحى تبيانا لكل شيء ولا لا يمكن. الاحتمال الثاني من لا تعاد الأيام، يعني لا تعادي هاي الأيام، لا تعاديها. العداوة لها مراتب، من مراتب العداوة الإهمال. هنا نبدأ مبحثنا، يعني مدخل لمبحثنا حول علم وفن وواجب إدارة الوقت وإدارة الأيام والأسابيع والأشهر فالسنين فالعقود. معاداة الأيام لها درجات. الدرجة الأولى الإهمال،
إذا واحد يصير عدو لوقته، عدو ليومه، كيف يكون الشخص عدوا ليومه؟ بأن يهمله. هاي الدرجة الأولى من العداوة. إذا واحد كان عدو لشخص، المرتبة الأولى أن يهمله، يعني يدخل المجلس ما تدير له بال، الساعة تمضي ما تدير له بال، قاعد وراء الإنترنت ويضيع وقته. كثير من الناس يبحر بدون منهجية وبدون هدفية وبدون ترتيب للأولويات، هذا إذا ما ضيع وقته في التفاهات، جالس خلف التلفزيون يضيع وقته، هذا عدو لوقته. قعدات البطالين أعاذنا الله وإياكم منها. أكو بعض الناس يحب القعدة، هسه لنفرض أنه لا غيبة فيها ولا تهمة، ومع الأسف كثير من هاي القعدات فيها غيبة وتهمة، تلك المرتبة العليا من عداوة الوقت وضدية الوقت. لا، قعدة بطالين بدون ملتزمين بالضوابط الشرعية، سوالف وحكي عادي. وهل عمر الإنسان، هل وقت الإنسان، هل يوم الإنسان منحه الإنسان كي يضيعه هكذا؟ مثل إعطاك العامل اشتغل $1,000 رأس الشهر يروح يذبه بالبحر، أو يهملها يخليها في قاعة في زاوية النسيان وهو محتاج أشد الحاجة وأهله لملبس أو مأكل أو يهملها هيك. الوقت مما لو أهمل لفنية، المال قد لا يفنى بالإهمال، يبقى فقد يستثمر من جديد. لا تعاد الأيام فتعاديكم، إذا ضيعت هذا الوقت، الوقت سيكون وبالا على الإنسان، لأنه سيحاسب به. هذه النعمة محاسب عليها، كان ينبغي أن تصرف في الطاعة، في الواجبات الكفائية. الآن هاي الواجبات الكفائية أضحت واجبات عينية إذ لم يقم بها من فيه الكفاية. كم رجل دين الآن عندنا في العالم، هل يغطون الحاجة؟ لا، ولا 1% منها. كم طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو مزارعا أو صحفيا متدينا التزم بأنه محيط يحاول أن يهذبه ويشذبه وأن يربي ثل من الناس الطيبين، كم منهم التزم برعاية الأيتام والفقراء، كم منهم التزم بأن يدعم أو يؤسس حسينيات أو مساجد أو مكتبات أو فضائيات أو غير ذلك. يهمل الوقت، لا تعاد الأيام فتعاديكم، اليوم نعمة فإن أهملته فكأنك جعلته كالعدو لك. هاي مرتبة أولى. نذكر كلام الشريف الرضي، هنا الشريف الرضي في كتاب المجازات النبوية، لعله ما كان شايف تلك الرواية، لأن إحنا مع تطور العلم وجمع هاي المجاميع والأجهزة الحديثة صار من السهل علينا أن نكتشف كل الروايات ببساطة. لولا هاي الأجهزة الحديثة لعله الإنسان لازم يبحث في 5000 كتاب وما عنده وقت حتى يلقي له يعرف هاي الرواية موجودة أو لا، ومع ذلك مو معلوم، يعني لازم يصرف ألوف الساعات هل رواية أكو أو ما أكو. أما بالأجهزة الحديثة 10 ثواني لعله تكفي. فلعل الشريف الرضي في المجازات النبوية لم يطلع على هذه الرواية الأولى التي تفسر الأيام بقوله عليه السلام نحن الأيام، حتى هذا هم يجب باله، ذاك صحيح هذا صحيح، لذا عدل للمجاز. بس إحنا تفسيرنا كان أيضا أقرب من تفسيره. نقرأ عبارة الشريف الرضي يقول في تفسير لا تعادوا الأيام فتعادوكم: لا تخصوا بعض الأيام بالكراهية له والتطير به. طبعا لا يخفى كلام الرضي مصداق من كلامنا، لا ننفيه، لكن نقول الإطار هو أوسع. الشريف الرضي يقول بعض الناس متشائم يتطير، هذا اليوم يوم شوم يوم شر وهكذا، هذا الذي يفكر بأن هذا اليوم يوم شر فيلقن نفسه ويوحي إلى نفسه فبالفعل يتحول إلى يوم شر، يعني يخاف ويجبن عن عمل الصالحات، يريد يروح يساهم في مسجد، يفكر اليوم شر لأنه نعب الغراب، أو لأن العرب أحيانا عندما كانوا يشوفون مقص مفتوح وهم سائرون في الطريق، يعني على وشك السفر، إذا طلع من بيته فشاف مقص مفتوح في جانب من البيت وتمر، فيفسرها بلا تمر، ها
هاي المقص هكذا لا، هذا تمر فلا تمر، فيتشاءم فيرجع. لا تعاد الأيام فتعاديكم، حسب تفسير الشريف الرضي، أنه تتطير بهذا اليوم، تتطير بهذا الوقت، بهذا الحدث. أو الغربيين الآن يتشائمون من رقم 13، ولذا بعض العمارات إذا واحد منكم رايح للغرب شايف الطابق 12 يقفز فد مرة للطابق 14، يعني ماكو طابق 13، يعني الرقم ما كاتب، يعني الطابق 13 يسموه رقم 14، غرفة 13 أنا شايف هكذا، غرفة 13 ما أكو، وإنما غرفة 1، 2، 11، 12، 14، 15، ده 13 وينها مشومة، فلذا نحذفها من صفحة الوجود. هاي سخافة العقل البشري هكذا. لا تعاد الأيام، تتطير بهذا اليوم، لا، الأمر كله لله، أنت توكل على الله وأقدم على الصالحات وهكذا، إلا في الإطار اللي الله حدده. يقول الله بأنه القمر في العقرب لا تتزوج فيه، ما يخالف، من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، لكن ما عدا ذلك ما لنا حق. لا تخص، هذا كلام الشريف الرضي، بعض الأيام بالكراهية له والتطير به، فتكونون كأنكم عاديتم ذلك اليوم باستشعاركم وصول الضرر إليكم فيه، ويكون ذلك اليوم كأنه عاداكم باتفاق المضرة عليكم فيه، وخرج القول ومخرج المجاز والاتساع ومناديح الكلام، جمع مندوحة، ولعله قصد معاريض الكلام فسبق القلم. لا تعادوا الأيام، نحن نقول لا تعادوا الأيام معناها أعم، هذا من مصادق معادات الأيام، أن تتشائم باليوم، هذا مصداق صحيح. المصداق الآخر هو إهمال اليوم، أن يهمل الإنسان يومه بدل أن يستثمر أفضل استثمار. شايفين أنتم بعض التجار عنده مليون فيتاجر بها، يربح رأس السنة مليونا أخرى، هذا متوسط الحال، أو يربح بها 100,000، هذا خاسر لأن عمره أيضا مضى، لكن تاجر يربح بالمليون من غير إضاعة حق 10 ملايين، ينتهز الفرص الجيدة مثلا، يعني مع مراعاة كافة الضوابط الشرعية، يحصل لقطعة أرض لقطة ثم ترتفع قيمتها حسب الموازين. فهذا هو الذي استثمر المال بشكل طبيعي، ربح بالواحد 10 أو بالواحد 1,000. اليوم أيضا كذلك، الإنسان عليه كل يوم أن يحاسب نفسه، يشوف هل عاديت يومي أمس؟ لو لا، أمس ضاعت مني ولو دقيقتين في ثرثرة، في كلام بطالين، في غير ذلك، دع عنك الحرام اللي إن شاء الله ماكو مؤمن يروح صوب الحرام، لكن أضعت وقتي بنوم زائد أو ببطالة أو غير، أو كتاب تسلية طالعت، بدل ما أطالع روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام راحت إلى رواية بوليسية، وقت المؤمن أعز من أن يقضيها في الرواية التخيلية أو البوليسية أو غير ذلك، أو ما أشبه من أمثال هذه. لا تعاد الأيام، المرتبة الأولى الإهمال لليوم، الإهمال للوقت، التضييق. المرتبة الثانية وهي الأسوأ، ما أشارت إليه الآية الشريفة، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أحيانا الإنسان يتخذ وقته ذريعة للنار لا سمح الله، هذا الوقت يشغله بالتخطيط لينتصر على عدوه المتوهم بالباطل، لينتصر على منافسه بالباطل، ليدحض حجته وهو يعلم بأنها على حق، لكن لأنه هو من عشيرة وذاك من عشيرة أخرى، أو هو من تيار وذاك من تيار آخر، أو ما أشبه ذلك. لا تعاد الأيام، لا تحول هاي الأيام إلى أيام من كونها نعمة إلهية إلى نقمة، فتعاديكم ستشهد عليكم يوم القيامة، أنا يوم جديد وغدا عليك شهيد، يعاديك، فقل في خيرا واعمل في خيرا. إذن معاداة الأيام من جهة،
ومصادقة الأيام، استثمار الأيام بالطريقة الأصح، هذه مسؤولية لكل مؤمن ولكل إنسان حكيم وإن لم يكن مؤمنا. الحديث في هذا الحقل حديث طويل متنوع، نشير إلى بعض العناوين في استثمار الوقت إشارة سريعة، نترك التفصيل لأسابيع قادمة. هناك مفردات لمعادات الأيام ولمعادات الوقت، منها الفوضوية في إدارة الوقت. بعض الناس فوضويون في إدارة وقتهم، الموعد ساعة 8 يجي 8:03، فمو صحيح هذا. الموعد ينبغي أن ينتهي 9 فينهيه قبل 9 أو بعد 9، إذا كان مضطر عامل خارجي ذاك كلام آخر، الكلام في الأصل اضطرار لكل شيء ضرورته إذا كانت حقيقة اضطرارية. الفوضوية في الوقت، الفوضوية في الوقت، هذه شايفين بعض المكاتب المكتب فوضوي، شايفين بعض البيوت فوضى، البيت دخلت في البيت وشوف كل شيء مطشر، فهذه نقيصة. الوقت الإنسان أحيانا يكون مطشر هكذا، مشتت، مبعثر، متبعثر، هذا نوع من معادات اليوم، نوع من معادات الوقت. الفوضوية في إدارة الوقت هذه سلبية، هذه منقصة. ونحن كرجال دين بل كل متدين عليه أن يكون أكثر الناس حرصا على ثواني وقته، وهذا لا يتم إلا بتنظيم الأوقات. صلاة الصبح يصليها أول وقتها، اللي يصلي صلاة الصبح بعد 20 دقيقة نصف ساعة ضيع حظه، لأنه الصلاة في أول الوقت جزور وفي آخره عصفور، ضيع وقته. وكذلك صلاة الظهر صلاة العصر، المؤمن منظم، المؤمن يعرف قيمة الوقت، كل شيء في وقته، كل شيء في مجاله الصحيح. هذا مظهر الفوضوية في إدارة الوقت. المظهر الآخر سوء توزيع المهام على الأوقات، وهذه تستدعي حكمة. كل وقت يقتضي شيئا، بعض الناس لا يعرف هذه المعادلة أو يعرفها فيهملها. كل مسؤولية لها وقت معين، أنت لازم تشوف متى أنت في قمة الانتباه، ذاك الوقت تخصص للدراسة. بعض الناس يعكس، يعني الوقت اللي هو حالته الذهنية مهيئة للدراسة وللمطالعة يشغلها بقعدة أو بشيء سندويشي، الوقت اللي هو مرهق ومثقل يريد يحضر الدرس أو يريد أن يدرس، هذا خطأ. كل شيء له وقته. وقت العبادة مو بعد التخمة، الإنسان إذا أتخم يعني أكل طعام دسم، مو هالوقت تروح للحرم. شايفين بعض الناس يأكل فد شيء ثم يذهب للحرم، خاصة هاي الحلويات اللي تجي من الغرب، شايف بعض الناس أنا يأكل هاي أطعمة برا، وهذا إقباله يسلب، تروح للحرم، روح بمعدة شبه خالية أو ماكل طعام مطمئن من حليته وطهارته وطيبه، وراح تشوف كم يختلف حال إقبالك. كل شيء له وقته. العبادة في السحر هواية تقرب الإنسان أكثر إلى الله من بعض الأوقات الأخرى، من بعد صلاة، من بعد فرض طعام الغداء لنفرض. سوء توزيع المهام بين الطلوعين، مو وقت النوم، هذا سوء توزيع المهام. بعض الناس ينام بين الطلوعين، سوء بين الطلوعين وقت العروج إلى الله، وقت القرب إلى الله، وقت العبادة ومعارف أهل البيت عليهم السلام. هذا الإنسان عاد وقته، هذا اللي نام بين الطلوعين، هذا اللي أكل فعبد قبل أن يأكل بدل أن يعبد فيأكل. شايفين بعض القرايات، ما أدري عندكم تجربة حتما، المجلس ينبغي أن يكون قبل طعام العشاء أو قبل الغداء. أحيانا يحدث أحيانا أنه داعي الرجل إلى بيت ضيوف فيعطي الطعام ثم القراية، ماكو إقبال، الدمعة لا تجري، بل بعد ممتلئة، هذا واضح. سوء توزيع المهام، هذا علم في حد ذاته ويحتاج إلى دقة. يعني أنتوا الآن ابدأوا راقبوا حياتكم، شوفوا ساعات أوقاتكم شنو هي. ساعة 8 الصبح تختلف عن 4 العصر، حتى الحفظ يختلف، تريدوا أن تحفظ
أفضل وقت هو بين الطلوعين. أما العصر مرهق، الذاكرة لا تستجيب، حتى المطالعة من المكروه الإرشادي حسب المشهور والمولوي على ما نرى، المولوي استحبابيا، أن الإنسان يطالع قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا، هذا مكروه طبي، يضعف العين. مو وقت المطالعة، هذا الوقت نصف ساعة تقريبا قبل المغرب الإنسان عليه أن يتجنب المطالعة، فليفكر فليصلي فليرشد الناس، بس لا يطالع. توزيع المهام مسألة، بعضها نعرفه بالفطرة، لكن البعض الآخر علينا أن نستخرجه من الروايات، أن نستخرجه من الآيات. هذا هو علم في حد ذاته، علم وتجربة وفن. سوء توزيع المهام، لكل مهمة وقت. المفردة الأخرى من مفردات معاداة الوقت والأيام، عدم التوازن بين المهام. سوء توزيع الأوقات أمر، وعدم التوازن. هناك مهام متعددة كل منا عليه أن ينشغل بها، لكن كثيرا ما في زحمة الحياة ينسى الإنسان مهمة أو مهم على حسب تعبير البعض، ينسى مهمة من المهمات. المهمات أجملها وأجزها في عناوين أربعة، هاي دائما الإنسان خليها في باله في كل ليلة عندما أراد أن ينام، يشوف نسي إحدى هذه الأربعة، فيعرف بأن وقت قد أضاعه وأهمله وعاداه في الجملة. والمهمات الأربع واضحة، لكن لازم دائما تكون في البال، وإلا يغيب بعضها في زحمة العمل أو العلم. المهمة الأولى العلم النافع، المهمة الثانية العمل الصالح، المهمة الثالثة الورع والتقوى والسمو الروحي، المهمة الرابعة الكمالات الخلقية أو الأخلاق الفاضلة. هذه أربعة. اليوم إحنا تطورنا علميا ممتاز، لكن في العمل الصالح شلون؟ أيضا تطورت، أيضا قدمت. حسنا، علميا تطورت وتزودت، عمليا منحت وأعطيت وأنتجت، أخلاقيا شلون؟ لازم أفكر. البارحة كانت سيطرتي على قوة الغضبية لنفرض 60%، اليوم صارت 61%، أخلاقي أحسن صارت، تواضعي كان كذا، اليوم شوي صرت أكثر تواضعا، وهكذا. وهالمجرى الكبر، العجب، الرياء، الحسد، فرضا كان له حسد، اليوم قلص من حسده إن لم يستطع أن يفنيه بالمرة. الإنسان عليه يوميا أن يراقب هذه المهام الأربعة. العلم النافع، كم تزودت؟ قد يكون الإنسان بقالا لا بأس، قد يكون مزارعا لا بأس، لكن خلي يقرأ له رواية واحدة باليوم، ما بي ضرر. إذا أنتم اعطيتوا هذا التوجيه وأعطينا هذا التوجيه لعامة الناس وهم مئات الملايين، كل شخص طبيب كان أو مهندس، سياسي كان أو تاجر، يحفظ له رواية واحدة. مئات الملايين من الناس لو التزموا يوميا أن يحفظوا رواية واحدة، كقول أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين: البخل عار، البخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. مئات الملايين يحفظون أمثال هذه الروايات. أو أعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشح ويسمع بعظم ويتنفس من خرم، أي ومع ذلك يتكبر. إذا الإنسان مئات الملايين من الناس يوميا حفظوا آية واحدة، رواية واحدة، أو لنقل مسألة شرعية واحدة، أنتوا شوفوا شلون راح يحدث تحول في كل العالم، سيحدث تحول، هذا واضح. لكن المشكلة أن هذه القطرات نحن غافلون عنها. العلم النافع، يوميا أنا كرجل دين خلي أقرأ رواية واحدة من تحف العقول عن آل الرسول، شو كم يحدث فيكم من التغير. كثير منكم طبعا تقرؤون الروايات، لكن أقول إذا واحد أحيانا شغل وقته كله
فخلي حيز للعلم النافع أيضا، اللي هو خصوص علم الرسول وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. ذيك العلوم الأخرى لها فائدتها كما لا يخفى، لكن كلامنا العلم النافع للآخرة. العمل الصالح أيضا كذلك، التقوى من الله كذلك، الإنسان رقابة الله عليه دائما موجودة، لكن هو كم استشعرها وأحسها؟ كل يوم احنا خلنا هاي الأربعة نقيم وضعنا تجاهها، هل ترقيت وسرت في خطوط أربعة متوازية في وقت واحد أم لا؟ إذا كنت كذلك فقد استثمرت الوقت وكان صديقي وحليفي ومعيني ونصيري وجسري إلى الجنة، وإلا لكان الإنسان لا سمح الله معاديا للأيام. والغريب، الحديث طويل والوقت قصير مع الأسف، الغريب أنه إحنا عندما نراجع الروايات الشريفة نشوف الروايات كم هي دقيقة في توزيع هذه المهام وإلفاتنا إليها باستمرار وإن كان بعبارات أخرى. وفي أدعية الأيام أنا أوصي نفسي والإخوة الكرام أنه أدعية الأيام نلتزم بها، التوجيه كلها توجيه، كلها حكمة تعلمني كيف أكون صديقا لوقتي ويكون حليفا ونصيرا لي، ومما يشد من أزري للآخرة مو يكون عدو إلي. هذا دعاء يوم السبت، أنا كنت محضر بعض الأدعية دعاء يوم السبت والأحد والأربعاء، لكن الظاهر لا وقت إلا أن نقرأ دعاء يوم السبت. دعاء يوم السبت للإمام السجاد عليه السلام، وهو الدعاء المعروف: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كلمة المعتصمين، كل توجيه كلها معارف، ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله من جور الجائرين وكيد الحاسدين. هذا كله مضمن، دير بالك أنت لا تكون جائر لا تكون حاسد، هاي مو مجرد دعاء أعوذ من جوره، لكن يستبطن لا شعوريا أنه هذه هي الرذيلة اللي ينبغي أن تعوذ الله تعوذ بالله منها في غيرك، فإياك إياك أن تكونها أو تكون ممن يرتكبها. وأعوذ بالله من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الطاغين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك، لا في حكم التشريع يضاد ولا في حكم التكوين يضاد، ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك أو نعمائك ما يبلغ أو ما تبلغ بي غاية رضاك. هاي من مكارم الأخلاق، شكر النعمة يوميا، خلي ببالي كم مرة شكرت الله على نعمة الإبصار، مدى أطالع خلي أشكر الله على هذه النعمة. أن توزعني من شكر نعماك أو نعمائك ما يبلغ أو ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك، هذا العمل الصالح، ولزوم عبادتك. ليلي والنهار، ليلي ونهاري يكون معمورا بذكر الله ولزوم عبادتك، فكل عمل يعمله الإنسان فليكن عبادة، واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك، هذه هي التقوى، ما أحييتني. ثم نرجع للعمل الصالح من جديد، وتوفقني لما ينفعني، ما أبقيتني. بعض الناس يضيع وقته كما قلنا في جلسات البطالين أو في الإبحار بالإنترنت أو في بعض المسلسلات أو غير، هذا أضاع وقته وعاد وقته. وتوفقني لما ينفعني، ما أبقيتني، العمل النافع، وأن تشرح بكتابك صدري، العلم النافع، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي. ومن السلامة أن لا يكون هناك كبر ولا عجب ولا غرور ولا حسد ولا سائر الرذائل الأخلاقية، ولا توحش بي أهل أنسي، وتمم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه. يا
يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يربحون أيام حياتهم ويجندون أيامهم وشهورهم وأسابيعهم بل ساعاتهم وثواني عمرهم بأكملها في خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وفيما يوجب لنا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.